اللي هي سودو كريم. هاد سودو كريم بزاف واعر. وشوفوا شوفوا باش تعرفوا الدالي انه زوين. شوفوا كي وصلت هادي كنديرها للحر فيما تتكون عندي شي جرحه ولا تحرقت ولا شي حاجه. اي واحد في الدار تنعطي لهم هاد سودو كريم تيديرها جوج مرات ثلاثه المرات. المهم ما تخليش الطبعه يعني تبقى ما تخليش لي طراس. وزوينه زوينه الحبوب وقت ما درتو لا سير البنات ولا حيت زوينه ليها هاد سودو كريم. المهم هاد سودو كريم باقي غندير عليه واحد الريفيو بوحدو باش نهضر عليه. صراحه زوين. الثمن ديالو ماشي شي ثمن غالي واقيلا 80 درهم. المهم بالنسبه مقارنه على النتيجه ديالو هو مستعمل اصلا. هذا راه ديال الدراري صغار ديال الحفاضات ديال الدراري صغار ولكن الناس دابا كيستعملوه بزاف يعني الحروق الجروح يعني بزاف الحوايج تيح المناطق الحساسه يعني كيستعملوه لشحال من طين. اخر حاجه اخرى زوينه غنشاركها معكم لي توب توب والدليل انني حتى هي شريتها ماشي غير جوج شريت فيها اربعه. راه دابا عندي هاد جوج هادي خاويه حيت اي حاجه تقادت ليا كنحطها في هاد الشبكه فهمتوا كنحطها في الشبكه. دابا هادي تقادت ليا ما بقاتش فيها هاد الصابونه ودرتها في هاد الشبكه لحتها حتى هي. شوفوا قادت لحتها حتى هي لهاد الشبكه. وهادي باقا فيها وحده واقيله نشوفوا حيت كاينين عندي جوج خرين تماك. هادي راه جات ليا من امازون صراحه زوينه. شوفوا شحال زوينه واعره هاد الصابونه زوينه. عرفتوا داك الصابون ديال الافريقيه بحالها ولكن هادي الطوب حسن منها. هادي الطوب اللي عندها بشره حساسه اللي عندها بشره كما كانت غير تاخذ هاد الصابون غير جربوها ما تندموش عليها. ها السميه اللي بغا ياخذها سميتها كوجيسا. سمينا السله ديالنا ما بقى فيها حتى حاجه. المهم خوات كلشي هضرنا كلشي على المنتوجات. دابا غنقول لكم المنتوجات اللي غنعاود نشريها والمنتوجات اللي ما بقيتش غنعاود نشريها. يعني صافي هاد الشامبوان صراحه زوين غنعاود ان شاء الله نشري حيت كيعاج صراحه عاج ليا شعري. فاش كنت ندير ما عرفتش شنو هو تساقط الشعر ما تنعرفش شنو هي ينشف ليا زعما شعري ولا. صراحه طوب هاد الشامبوان باقي غنشريه كما قلت لكم الدليل انني شريت فيه جوج وبجوج الكريمات ديالو ياك. وبالنسبه لهاد الشامبو ديال اولترا دوكت ديال هاد البيض ديال الحليب واللوز ابدا ما بقيتش غنشري ما غنعاودش نشري ما عجبنيش صراحه نشف ليا شعري ما عجبنيش. الراي ديالي المهم ما عرفتش كاين اللي ينفعهم ولا لا. اما بالنسبه لهاد الشامبو هو اللي باقي كنستعمل. باقي عندي الاخر كنستعمل هاد الكبير تيدير ما عرفتش ولكن صغير تيدير 30 درهم. وحتى هذا نفس الثمن وقيلة حتى هذا 30 درهم. هذا 30 درهم في 400 مليلتر وصغير من هذا حتى هو تيدير 30 درهم. بالنسبه للثمن ديال هذا الشامبوان البنات هاد الشامبوان راه كنت دايره عليه واحد الريفيو قبل في اول مره شريته درت عليه ريفيو وهضرت عليه على الخصائص ديالو كيفاش تيدار واش زوين ولا خايب. قلت لكم زوين ولكن غنعاود ان شاء الله ندير فيديو نشرح لكم واش نيت زوين كيستحق ولا لا. الثمن ديالو انا واقيلا شريته ب 50 درهم ولكن دابا ما عرفتش الثمن ديالو. هذا الطوب غنعاود نشريه ونعاود نشريه ان شاء الله زوين صراحه. باقي فيه شويه الا شفتوا راه وصل هنايا باقي تنديرو ان شاء الله يتقاد عليا. هذا غنعاود نشريه هو تيدير 30 درهم يعني مزيان حتى البرودوي قدايه الا لقيتي فيه واحد الثمن زوين حيت الله يحسن عوان كاين اللي ما فحالوش. حتى البرودويات اللي تتلقايهم كاليتي زوينه وفي نفس الوقت ثمن زوين تيعجبك الحال. بالنسبه لهاد بديل الزيت اخر زوين حتى هو نعاود ان شاء الله ناخذ ولكن مادام كنستعمل هذا لقيت فيه راحتي بالنسبه لهاد الطريقه دي يعني الديزاين ديالو كديري ليه هكذا هكذا وكتخدي يعني كتخوي البرودوي ديالك ترجعي هكذا وكتسديه. داكشي اللي عجبني هذا الديزاين فان شاء الله نبقى ناخذ هذا. وكاين اللي غيرتاحوا حتى في هذا الديزاين ديال هذا البديل الزيت ولكن عجبني الاخر. كل واحد حر في الاختيار ديالو. بل هذا الغسول ما صراحه زوين ولكن ما نعاودش يعني ما كاين ماشي شي حاجه واو ما كاينش شي طغيه يعني كيغسل بحال كديري صابون عادي كيغسل لك وجهك وصافي. هاد الغسول زوين حتى هو كيغسل مزيان عادي ورخيص 50 درهم ولكن ما زعما كاين ما حسن اللي غنشري حتى الا بغيت نعاود ناخذ جيل اللي حد انا نشري هذا ديال بيوديرما بيغ مونت زوين يعني هو كيفتح صراحه. هاد الجيل طوب غير خذوه صراحه زوين جربوه وردوا عليا الخبر صافي. بيوديرما شتو كاين في الفرماسي يعني الا بغيتو سكريني ودابا الصوره و خذوه. بالنسبه لهاد إلسيف ان شاء الله نعاود ناخذو السيروم ديال إلسيف ديال لوريال صراحه زوين. تقاضى ليا دابا نيت من بعد فاش تقاضى ليا خديت هذا ولكن صغير وما عجبنيش
فيه الكبير، ولكن اصلا خديت الصغير باش نشوف الا موال ليا مع شعري نعاود نشري الكبير. فاش لقيته ما عجبنيش، شاف ثقيل بزاف وكاين لصق شعر، نعاود نشري ان شاء الله. هذا قلت لكم شريته ب 90 درهم، واخا شويه الثمن ديالو غالي لكن واعر. هذا الثمن ديالو رخيص 20 درهم ولا 30 درهم والله ما عقلتش، ولكن ما زوينش ما عجبنيش، كان لصق شعر كما قلت لكم. هاد الزيت ديال جونسون زوينه ان شاء الله نعاود نشريها، وبغيت ندير بها واحد الوصفه ديال الجسم، يعني ديك الوصفه اللي معروفه غنزلها في القناه ديالي. اللي بغى الوصفه يدير الاشتراك باش يوصلوا كل جديد. هاد الغسول حتى هو زوين، ولكن ماشي صراحه هذا الغسول ماشي ضروري، ماشي شي حاجه ضروري. هذا ممكن الا تقاد عليا نشريه، ولكن كما قلت لكم نشري يعني للضروري. الا شفت سناني محتاجين يتغسلوا مزيان يبيضوا شويه ممكن نشري، ولكن لحد الان ما نشريش. باقي ان شاء الله غنشري هذا ديال فوريفر، زوين كاين نقي ديال الاستعمال يومي، ما تخافيش على سنان. المهم زوين صراحه. بالنسبه لهاد سيكا بلاس واعره واعره صراحه، طوب طوب، نعاود نشريها ان شاء الله هاد الايامات، نعاود نشريها اللي فيها اس بي اف 50 ديال الشمس، غنشريها حتى هي زوينه. قلت لكم الدليل باللي زوينه هي فيها جوج دايره 100 درهم. المهم هذا ما نعاودش نشري، ما عجبنيش هاد ايكرون الشمس ديال الاسي ام، ما عجبنيش ما نعاودش نشري. هاد ديال هيمالايا اعشاب ما نعاودش نشري، خايب ما عجبنيش صراحه، ما زوينش ديال عرقتي. هاد الريحه في الروايح ديال شازا ما نعاودش نشري، هاد النوع ديال ادوغاب بالضبط. بقدر نشري الروايح الاخرين اللي عندي، ولكن هاد دي بالضبط هادي ما نشريهاش. باقي ان شاء الله ندير لكم فيديو على هاد الروايح. هادي شريتها وقيله بشي ما عرفتش 100 درهم كاينه، ولكن سمعتش كاينه واعره واعره، هادي واعره غير سكرينيوها ونمشيو نشريوها اللي عندهم بشره مختلطه، غير شريوها والله وردوا عليا الخبر. اما بالنسبه لهادي ديال سان سكين مادام عرفت هذا ديال لاغوش بوزي مستحيل نتفرق مع هاد كونت الشمس ما عجبنيش بزاف. هادي ديال المخماريه ديال هاد فازلين صراحه واعره، هي تقادات ليا شحال هادي، خصوصا مع البرد جاي غنشري واحد اخرى ان شاء الله. ما تصوروش شحال واعره ريحتها، الله زوينه ريحتها صراحه. خلاص هادي ديال اتريكس حتى هي ممكن، ولكن دابا عندي واحد كريم صراحه زوين ديال ورفله، ولكن ممكن نعاود نشري هادي الا كانت ضروريه. الهات سو دي كريم حتى هو يتقاد عليا اصلا، هاد شويه اللي بقى بغيت نصايب به واحد الوصفه ان شاء الله نشاركها معكم حتى هي في القناه ديالي. فما تنساوش الاشتراك واللايك باش يوصلكم كل جديد. باقي غنشارك معكم هاد الوصفه ديال سو دي كريم زوينه واعره. الصابونه ديال كوجيسان حتى هي زوينه توب، غنعاود نستعملها ان شاء الله. هادي غير خدوها بعينكم غمضين والله. بالنسبه اللي ما تيبغيش يستعمل الغسول يهز، هادي صراحه اقتصاديه.